مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبدي رحب انا وياكم بنقيبه الممرضات والممرضين دكتور ميرنا ابي عبد الله دومت يلي اليوم موجوده معنا ويلي من خلالها بنقول شكرا لكل الجسم التمريضي في لبنان قبل الوباء ومع الوباء، وان شاء الله بينتهي هذا الوباء. فاهلا وسهلا فيكي. مرسي لكم ومرسي للام تي في على دعمه متواصل للممرضات والممرضين في لبنان، خصوصا انه نحن حاملين حقوقكم وهمكم من البدايات. مزبوط. بقى السنه 2020 منظمه الصحه العالميه اعتبرتها سنه الممرضه والممرض، لانه السنه للاسف هذا الوباء يلي ضرب العالم كله وليس لبنان فقط. في لبنان اكيد يعني كنتوا الناس السهراني حتى الساعه، ومن هون منشد على ايدكم، ولكن اليوم حتى تستمر، حتى يستمر هذا العطاء، هذا النشاط، هذه الرسالة إذا بدي أقول. سمعنا هلأ نقيب الأطباء بمؤتمر الصحافي مع عمداء كلية الطب في لبنان، وبعرف أنه حضرتك باللجنة الرسمية يلي عم توضع، طبعا عم بتتابع عن كثب ما يجري في لبنان، عم توضع توصيات معينة. شو انطباعك اليوم؟ شو بتحبي تلخصي لنا إذا بدك، أو تقولي للمواطن اللبناني بما نشهده نحن أربعة أيام هلأ؟ كمان رح أطلق الصرخة من عندك، لأنه أنت برنامجك دايما صوته عالي وبيطلق الصرخة لمصلحة العالم. أنا بدي أقوله عم نطلب ومن ناشد الشعب اللبناني يكون مسؤول. يعني الدولة ما فيها تحط شرطي لكل بيت، ما فيها تحط شرطي أو عسكري لكل مواطن. أكيد كلنا بدنا أنه البلد يفتح، أكيد كلنا بدنا أنه اللبنانية يلي قاعدين بشروط غير مناسبة برا والتلاميذ والعيال يرجع على لبنان، كلنا بدنا الجامعات والمدارس والاقتصاد يرجع يقلع. بس إذا نحن ما كنا مسؤولين رح نرد وطننا لورا ورح نخلي صحتنا كلنا بخطر. المطلوب كتير بسيط وكتير أساسي، يلي بيجي من السفر بده يحجر حاله 14 يوم وبده ينعمل فحص البي سي آر، ما بيعمل حفلات ببيته. المخالط إذا حسيتي أنت أنه مثلا بتعبيني عندك حرارة بتفحصي حالك وبتحجري حالك 14 يوم. خلي السوشيال ديستنس، ما نقرب كتير على بعض، نحافظ على غسيل الإيدين، ما نحط إيدينا على وجنا، والمحلات يلي فيها عجقة منحط ماسك. بس إذا أنا عم بمشي بالبرية مش ضروري حط ماسك. الكفوف ما إلن معنى، الكفوف عم بيعرضونا للخطر، لأنه بتحسي أنه أنت آمنة وعم تمسكي كل شيء بهالكفوف، بتحطي إيديك على وجهك، بتحطيهم على الماسك، بترجعي بتلبسيه، عم بتفوتي الميكروب لحالك. أهم شيء غسيل الإيدين وما نحط إيدينا على وجهنا، سوشيال ديستنس والفيس ماسك بالمراكز يلي فيها كتير عجقة، وهيك منساعد وطننا يضلوا سكسس ستوري واقتصادنا بيرجع بيفتح وكلنا منقلع. لأنه في ناس اليوم عم بتقول إنه هالأربع أيام شو بدها تزيد أو شو بدها تعمل؟ لا، هالأربع أيام ما رح تعمل شيء. هالأربع أيام هني بس ناس قاعدة ببيوتها، بس وزارة الصحة وفرق وزارة الصحة هني منتشرين بالمناطق، لأنه طلع لنا خلايا جديدة وخلايا كانت شوي هيك غريبة. لا تقدر وزارة الصحة تروح تقدر تعمل مسح وتشوف كيف صار في عنا هالحالات هيدي تنقدر نسيطر عليها. هول الأربع أيام مش لأنه بدهم يخترعوا البارود أو يغيروا شيء، التنين بيرجع البلد بيفتح، بس بده يفتح بمسؤولية. إذا كنا غير مسؤولين نحن عم نسكر على حالنا وعم نخرب حالنا، لأنه نحن عنا نقطتين أساسيتين هي الوعي والمسؤولية. أكيد. فقط لا غير، يعني ننطلق من هون وبيمشي أكيد. الحال أكيد. حتى ادخل شوي على النقابة يلي اليوم هي نقابة بتضم صارت الألاف من الممرضات والممرضين. 16 ألف. هي نقابة نظامية، هي نقابة اشتغلت كتير حتى تعطي للممرض والممرضة الحق يلي بيستحقوه. مش أول مرة بتطلقوا حقنا ناخد حقوقنا، لأنه سبق بسنين ماضي، يمكن السنة الماضية كمان كان عندكم هذا هالمطلب. ما بدي سميه شعار لأنه الشعار ما بيجي هيك، بيجي نتيجة معاناة. اليوم نحن منعرف أنتوا بالخطر، اليوم أنتوا أكتر ناس حد المريض، أنتوا بالخطر. كيف بدنا نعطي حق للممرض والممرضة؟ عند مين اليوم الحل؟ عند مين؟ هلأ
بدنا نقول إنه الشعب اللبناني ما قصر. الشعب اللبناني عطى الدعم المعنوي، وهالزقفة اللي انعملت للمرضى والمرضين بتكبر القلب وبتعطيهم معنويات. حتى فلس القرم اللي تجمع لما انحكى يعني، وهيدي كانت هيدا كان تقدير معنوي يمكن ما كنتوا متوقعين، وكنتوا متوقعين ونقيبة أكيد لا. ونحن أنا وقت جيت على الحلقة على الام تي في ما كنت جاي لأخذ مساعدات، أنا قلت نحن ما بدنا مساعدات، نحن بدنا حقوقنا. يعني بس ما فينا ما نشكر هالعالم يلي تحركت، هالنخوة اللبنانية يلي عطول منعول عليها. فخامة الرئيس مبارح افتتح جلسة مجلس الوزراء بتحية للمرضى والمرضين. دولة الرئيس كمان أثنى على دور المرضى والمرضين. يعني في وعي مسؤولين، وزير الصحة، وزيرة العمل، بس هيدا بيبقى كلام إلى حين الترجمة على الأرض. صار وقت الترجمة. الترجمة بالنسبة لنا ما بقى بدنا نشحد حقوقنا، لازم نشتغل مع النواب بمجلس النواب على إصدار قوانين تحمي الممرضات والممرضين في لبنان. خلينا نفصلهم، خلينا نقول من شو منبلش، من وين يعني؟ أمامكم اليوم اقتراحات مشاريع. هلأ نحن عم نشتغل على اقتراحات مشاريع، بس تعرفي أنت مجلس النواب مسكر. صحيح. النواب كمان ما عم بيجوا على مكاتبهم. صحيح. بس هلأ في بعض اللجان ناشطة، ولكن بسوى كمان لجنة الصحة تاخذ بعين الاعتبار. بتبلش بلجنة الصحة أول شيء، ما هيك؟ هلأ أكيد بدنا نعمل، نحن على تواصل مستمر مع رئيس لجنة الصحة يلي عراجي. كمان كان دعمنا مبارح وما بيقصر أكيد. بدعم للمرضى والمرضين، وهو بيقدر وبيسمن على طول دورهم. نحن رح يكون عنا اتصال معه قريبا لنشوف شو هني كيف بدنا نترجم أفكارنا لمشاريع قوانين نقدر فيها نحمي المرضى والمرضين. بس بقول لك قانون العمل بيحميهم، بس لم يطبق وما عم بيطبق. يعني لانه نقيبه الموضوع مش بس منوط بتعديل قوانين او قوانين جديده، منوط بعمل يومي في المؤسسات الصحيه والاستشفائيه، ان كانت بالمستشفيات او بالمراكز الرعايه. يعني اليوم ما في مركز رعاية الا ما في الزاميه وجود ممرض وممرضه، وهذا شيء كثير مهم. المؤسسات كلها مفروض يكون فيها ناس أصحاب خبرة واختصاص. خلينا نبلش من هون، أخدين حقهم هؤلاء في هذه المؤسسات والمراكز؟ أكيد لا، أكيد لا. ومشان هيك عم بقول عم بيصير في خل بقانون العمل. يعني قانون العمل بيقلك إذا أنت أجيرة عم تشتغلي بمؤسسة، إذا ما اندفع لك معاشك أول شهر، تاني شهر صاحب العمل أخل بالعقد. نحن هيك عم بيصير. إذا صاحب العمل عم بيعرضك للخطر لما مؤسسة استشفائية بتجي تعطي ماسك واحد كل 8 ساعات لممرض ومرضى، هيدا عم بتحطه بالخطر. لما مؤسسة استشفائية بتقله روح على بيتك وعلى حسابك، هيدا ممنوع. بس المؤسسة إلى حق تعطي فرصة مدفوعة أيمتى هي ما بدها. يعني نحن ما عم نحارب هيك على العمياني. وين مرضاتنا معهم حق عم نطالب بهالحق؟ وين أوقات بيجينا شكاوى بنقول لهم لا قانونيا ما معكم حق، ما معهم حق يقولوا أنا ما بدي أخذ فرصتي هلأ. طالما هي فرصة مدفوعة رب العمل له حق يعطيها أيمتى ما بده. بس المؤسسات ما إلى حق تخصم لي من معاشي، المؤسسات ما إلى حق تمضيني مكرها على ورقة 20% أقل من معاشي، ما إلى حق المؤسسة إنها تجي تفرض علي فرصة غير مدفوعة. يعني وبالوقت يلي أنا بالخط الأمامي هلأ بتقليلي يمكن وبسمعها هيدي إنه اقتصاد البلد كله بالأرض، في مؤسسات سكرت، في مطاعم، في محلات. بقلك إيه، الوطن لا يبنى إلا بكل القطاعات، بس وقت المحنة في مهم وفي أهم. يلي عم بدافع عن الصحة هو الأهم، لأنه برهنت كمان والكوفيد برهن إنه إذا ما في صحة لا في تجارة ولا في صناعة ولا في سياسة ولا في مدارس ولا في شيء. نحن من بعد الفاصل رح نفصل شوي الموضوع أكثر حتى نشوف كيف ممكن نوصل لحلول بهذه المرحلة. فاصل ومنتبه. السنة العالمية للتمريض
تحية احترام وتقدير لأبطال لبنان الممرضات والممرضين. لما كانت مناعتي ضعيفة واضطريت أعيش بالمستشفى، ما حدا كان يفهم ألمي وجعي غير اللي عيشوا معي ليل ونهار. طريق الشفا كانت عبرهم. فسروا لي عن أهمية الطعام على تأثيره على صحة ولادي لما أنا ما كنت مقتنعة بفايدته. أنا لما كنت بالعناية بعيد عن عائلتي كانوا هن عائلتي. وتكون بالمدرسة وبوجعة داخل بتعرف شو بنا. وهلأ دورنا نحن نسندهم ونوقف حدهم بحقوقهم. حقكم تاخدوا حقوقكم. نائبي ميرنا أبي عبد الله دومت، يمكن هال 45 سنة بتختصر إذا بدي أقول عمل الممرض والممرضة اليوم. أكيد، لأنه فرجت أول شيء الممرض وين بيشتغل، مع أنه ما قدرنا نحط المروحة كلها. صحيح. إذا كان بالمجتمع، إذا كان بالمستشفى على الطوابق العادي، إذا كان بالعناية المركزة، إذا كان بالمدرسة، يعني دور التمريض وكيف هو الممرضة والممرض بيكونوا واقفين حد العالم لما العالم أمام تكون وباء خبيث بيتغلغل بدون ما حدا يحس فيه الكورونا. عشان هيك سميناهم أبطال. أنا هلأ بتوجه لهم أنتوا أبطال لبنان، أبطال الصحة بلبنان، لأنه البطل له ميزات التضحية. هني عم بيضحوا، نسوا كل مشاكلهم والضغوطات اللي عم بيتعرضوا لها والتعسفات يلي عم بيعيشوها، وكانوا بالخط الأمامي عم بيدافعوا عن الصحة بلبنان. حتى نقيب اليوم الوباء فرض كمان حجر للممرضين والممرضات، وهون مشكورين يلي وضعوا يمكن فنادقهم، اللي وضعوا بيوتهم بالجبل، يلي بعرف أنه صار في ناس أنه ما ترددت تقلها للممرضة تفضلي أو الممرض أنت أنا بقدم لك بيتي ولا الأوتيلي ولا هيك. قديش كانت هالتضامن هيدا مهم وبعده مستمر هلأ نقيبي ولا هلأ؟ هيدا الشق المعنوي اللي نحن عم نحكي فيه، يلي عطى هالقوة من جوا للمرضات والمرضين. وهون بحب أقول أنه نحن بالنقابة حاطين أوتيل 4A stars بتصرف المرضات والمرضين يلي بيتعرضوا للكوفيد 19 فيهم، وما بدهم عزل بالمستشفى بس ما فيهم يعزلوا حالهم ببيوتهم. النقابة هي حدهم، هي نقابتهم. نحن أخذنا هالأوتيل لخدمتهم فول بوردينج 14 يوم للمرضات والمرضين. إن شاء الله ما حدا يجي أكيد. بس إذا هيدا حاضر. شغلي تاني كمان يوم ذكرتي إنه ما فينا كل 8 ساعات نعطي ماسك، بدنا يمكن كل 4 ساعات أو يمكن كل 3 ساعات 4 ساعات وحسب الحاجة. طيب. لأنه هيدا الماسك ريبيكا إذا أنت نفسك رطب وصار رطب ما كأنه عاطي شيء. يعني أنا بدي حافظ على العسكر ليضلوا يقدروا يحاربوا. نحن عنا 32 مرضى ومرض انصابوا بلبنان، كتر خير الله ما عنا وفاة، كتر خير الله كلهم إصاباتهم يعني ما صار في complication فيها وكلهم طلعوا عبيوتهم. بس نحن إذا بلشنا الاستهتار بصحة المرضات والمرضين يا جماعة مين بده يدافع عنا؟ صحيح، خصوصا أنه بالأماكن يعني مع هؤلاء المرضى يعني بدهم عناية خاصة، يعني اللباس خاص، الحضور خاص، كل شيء خاص. لا خليني أوضح، المرضات والمرضين يلي عم بيشتغلوا باليونت تبع الكوفيد هول عندهم كل اللباس بالكميات اللازمة. نحن عم نحكي على المرضات والمرضين عم بيشتغلوا مع هالسبع تلاف 8000 إنسان يلي بيدخلوا كل يوم، يلي في واحد يكون حامل الفيروس وهو مش عارف، و32 مرضى وممرض هن ما كانوا عم بيشتغلوا مع الكوفيد 19 patients، هن كانوا على الطوابق العادي. منشان هيك نحن بدنا نحميهم ليضلوا يهتموا بالشعب اللبناني، مش كل الشعب عنده كوفيد 19. طيب دائما بيربط الموضوع الحقوق بالمستحقات، وعم نسمع نقيب المستشفيات عم نسمع اليوم الصوت انه اعطونا مستحقاتنا حتى نقدر نحن نكمل، لانه عم نسمع صوت باقفال المستشفيات. يعني في مستشفى اقفل، 2 مستشفيات اقفلوا لهلا وما بعرف عطاني لا المستشفى الثاني ما هي قتها رح تقفل، يعني لانه رح تكون للكوفيد 19. يعني اذا عم نحكي عن لبنان وكندي، اذا عم نحكي عن سيدة لبنان، لا سيدة لبنان ما رح كمان ما رح تسكر. هلا في هيئته تراجع عن ال which is good، يعني احنا بنتمنى لهم كل ال اخذوا حقوق المرضي ومرضات بهالمستشفى. لكن انا اللي بدي اقوله ما بدنا نربط حقوقنا باي مستحقات. صحيح. لانه وقتها كانت المستشفيات، وهي الفكره قلتها قبل، وقتها كانوا عم يعملوا ارباح
وقتها كانوا عم بيكبروا، وقتها كانوا عم بيجيبوا أحسن مكانات يلي بتضاهي مستشفيات أمريكا، نحنا ما كنا عم نشاركهم بهالأرباح. نعم. بقى نحنا مش مسؤوليتنا ندفع لهم ولا ما ندفع لهم، هاي مش مسؤوليتنا، نحنا حقنا ناخد حقوقنا، مع أنه نحنا منشد عايدهم ومندعم وعرضنا أي دعم نحنا ممكن نعمله لنساعد، نحنا مش بعاد عن الموضوع، بس ما تربطوا حقوقنا بشي تاني. يعني حتى تكون واضحة للرأي العام يعني. أكيد كمان. أكيد. نحن عنا 16,000، واليوم إذا بيصير لهم سفر لبرا ويلاقوا فرص عمل، ما عم بيقولوا لا للأسف الشديد، لأنه لخبرتهم، لأنه عنا خبرة، لأنه نحن مستوى التعليم اليوم للتمريض وصل لمرحلة يضاهي الدول. نعم. حتى أخذتوا جايزة عالمية مش من كم سنة. نعم. لأنه كان عندكم هالليفل هيدا الكتير عالي، حتى نحافظ عليه، قادرين نحافظ عليه ونحافظ عليه بهذه الظروف؟ أكيد لا، وخصوصا وأنا صرت قايلتها كذا مرة، وصلنا من خلال الخارجية اللبنانية طلب من إنجلترا بدهم 40,000 مرض ومرضى. نحن عنا 16,000 يعني الإمارات عم بيطلبوا منا، أمريكا عم تطلب، منظمة الصحة العالمية أعلنت بظرف 10 سنين من هلأ 2020 لل 2030 العالم بحاجة لتسعة مليون ممرض وممرضى. ولما نقول أوروبا وأمريكا يعني عم بيروحوا عم بياخدوا جنسيات عم بياخدوا، وهيدا شيء في إغراء للممرضة والممرض اللبناني. يا عمي عم نقول انتبهوا على القدرات التمريضية اللي عنا، هيدي عملة نادرة، إذا راحوا ما فينا نعود، مع أنه كل سنة الجامعات عم بتخرج 1,000, 1,100, 1,200 والأعداد عم تتزايد، بس لازم نحافظ عليهم. أنا ما في مبرر لإلي كنائبة أنه نهشل مرضاتنا ونجيب مرضات غير لبنانية يشتغلوا، لا، هيدا شيء ممنوع، نحن منرفضه وبالقانون بيرفضه، ممنوع غير اللبناني باستثناء الفلسطيني بيقدر بظروف معينة يشتغل، وهيدا الشيء نحن منشدد عليه، ومفروض كلنا نحافظ على طاقاتنا اللبنانية لأنه نحن بدنا أحسن عناية. يعني لما بنحكي لكينا حقوقنا، يعني من الحقوق أن نحافظ على هؤلاء؟ أكيد من الحقوق أن نحافظ على المرضات والمرضين من خلال صون الماديات والبيئة العمل الآمنة، وبتأمن لهم استمرارية وبتأمن لهم كبر بالعمل، لأنه نعمل بحث مع النقابة وأستاذ بالجامعة الأمريكية عن الأسباب يلي بتأدي للمرضات والمرضين يفلوا، شي منها مصاري، بس شي الأكتر أنه ما عم بيشوفوا عندهم أفق ليكبروا بلبنان. شو ناقصنا نحنا؟ شو ناقصنا مؤسساتنا بتضاهي المؤسسات العالمية؟ ليش ما بنخلق هالأفق ومنحسن الصحة بلبنان ومنرخص الفاتورة الصحية؟ لأنه في دراسات ونحن قلناها، إذا استثمرنا بالتمريض، يعني إذا علينا المستوى الممرضات والممرضين، بعد هذا الوباء صار الاستثمار الصحي أولوية بعتقد عند الكل، ونحن هملنا كتير هذا القطاع. نعم. وصلنا لوقت اليوم صار أولوية. نعم. والاستثمار بالتمريض مؤكد هيدا بخفف من الفاتورة الصحية، ونحن بوضع اقتصادي عم نفتش كيف بدنا نخفف بلا ما ندق بالكواليتي بالنوعية. أكيد. منحسن النوعية ومنخفف الفاتورة. معنا يمكن نص دقيقة، كيف تحبي تختمي اليوم نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان؟ أكيد أنا بدي أشكرك على هالمنبر الحر يلي عطول بيعطينا مجال إن نحكي عن مشاكلنا وطموحاتنا، وكمان مرة بدي عايد أبطال لبنان وقل لهم نحن حدكن ونحن إيد بإيد سوا، أكيد رح نوصل ناخد حقنا، بدنا نضلنا متضامنين لأنه تضامننا هو قوتنا، وإن شاء الله سنة الجاي منكون عم نحتفل معك ربيكا أنه حقوقنا وصلت لنا. مع بقية النقابات الطب الجسم الطبي، كيف أنتو كمان عم تتفاعلوا مع بعض؟ نحن عنا لأنه هيدي سلسلة. أكيد نحن عنا أحسن العلاقات مع جميع النقابات، إذا صحية ولا منا صحية، يعني كل النقابات نحن منتواصل معها وعاملين شراكات معها ومدين السور معها، لأنه
برجع بقول تضامننا هو قوتنا. وأنا برجع بختم معك نقيبي بشكرا أكيد من قبل كل المشاهدين اللي عم بتابعونا اليوم، شكرا كتير كبيرة. وكلمتين هيك بستخلصهم، إنه الوعي والمسؤولية نعم. والحقوق هيدي يعني من حق الناس، بديهيات الحياة. شكرا لحضورك معنا نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان دكتور ميرنا أبي عبد الله دومت. بشكر أكيد المشاهدين يلي عم بتابعونا، بعطيكم موعد بكرة عبر الحل عنا MTV. إلى اللقاء.